انا بسامح في كل حاجه في الدنيا الا ان الخيانه او الا انه هو ياخدني، فانا مستحيل اعدي حاجه زي ديت. فضلت وراه بالعربيه خطوه بخطوه لحد ما قفشته مع واحده غيرها ومش قادره تمسك نفسها، نزلت من العربيه علشان تمسك في خناقه. انهيار البلوجر مريم وجوزها اشرف في ورطه. تفتكروا ايه اللي حصل؟ هل فعلا بيخونها ولا ده مقلب فيها؟ ومفاجات كتير حصلت هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. شك فيه وجابت ابن خالها علشان يوصلها وتراقب جوزها، وعاشت اجواء المفتش كرومبو وفضلت وراه بالعربيه علشان قلبها يطمن وتتاكد اذا كان بيخونها فعلا ولا شكوكها مجرد اوهام. مريم حطت نفسها في موقف محرج واشرف خلاص بقى في ورطه فهمي نظمي رسمي قدام مراته واهله وقدام متابعينه. يا ترى اللي حصل ده كان سوء تفاهم من مريم ولا فعلا اشرف بيخونها؟ الحكايه بدات بان مريم بقى لها فتره وبالذات وقت تعبها ان جوزها بيتغير معاها، مفيش اي حاجه بقت زي الاول وبقى يسهر بره كتير ويرجع بعد الفجر، فهي زيها زي اي ست مصريه اصيله حبت تحط التاتش بتاعها وتراقب جوزها علشان قلبها يطمن او تتصدم. فهي فتشت وراه ودورت في الرسائل لحد ما عرفت ان في كلام بينه وبين واحده بس مش عارفه هي مين او هيتقابلوا فين، لان الكلام كله الغاز ومش مفهوم خالص. لحد ما قررت تراقب جوزها، يا اما يطلع بيخونها يا اما تكون ظلماه ومفيش حاجه بينه وبين اي حد ومجرد اوهام. عملت نفسها لابسه علشان بتعمل فلوج او لايف على الفون يعني علشان ما بينتش خالص انها نازله، وده علشان تدي ليه الامان انها قاعده في البيت ومستنياه وان مفيش حاجه خالص وواثقه فيه. لحد ما نزل وهي استنت شويه ونزلت جري وراه وفضلت وراه لحد ما دخل مكان جاب حاجه وخرج، وبعدين فضل يلف شويه بالعربيه لحد ما وقف بعربيته كانه مستني حد ونزل من العربيه ووقف قدامها شويه. هنا مريم قلبها كان بيدق جامد وما كانتش قادره تاخد نفسها خالص، تدعي ان كل شكوكها تطلع غلط في غلط وانه يطلع مش بيخونها او يطلع شغل او حتى يطلع بيجهز لمفاجاه لمريم. لحد ما قعدوا شويه فجاه ظهرت واحدة وسلم عليها وقعد يضحك معاها وبيتكلموا كأنهم عارفين بعض بقالهم سنين. هنا مريم تحسها تقع من طولها وانهارت من العياط والصراخ وفضلت تقول وهي مصدومة، لا أنا مش مصدقة إن أشرف يعمل فيا كده، أكيد في حاجة غلط. وابن خالها يقول لها اهدي، إحنا كل ده ما نعرفش إيه اللي بيحصل أو في إيه. مريم شافت بعينها أشرف مع واحدة واقف معاها في الشارع وأخدها ودخل على الكافيه يكملوا كلام ويقعدوا سوا مع بعض. هي فضلت متنحة شوية ومش عارفة تعمل إيه، يا ترى تنزل وتدخل وتقفشه متلبس ولا تمشي كأن مفيش حاجة حصلت لحد ما يجي هو ويحكي لها. بس هنا المفاجاه مريم ما قدرتش تقف تتفرج او تمشي كان مفيش حاجه حصلت، فتحت باب العربيه وابن خالها مسك فيها ويقول لها لا ما تنزليش، لا اهدي، بلاش، استني طيب وكل حاجه هتبان او استني نفكر. بس هي كل اللي بتقوله انا هوريك يا اشرف. لحد ما الفيديو قفل على كده ومفيش حاجه ظاهره فيه غير انها بتنزل من العربيه. طبعا هنا في حاله غموض، يا ترى اشرف عامل مقلب في مريم زي ما عمل مقلب الخيانه فيها قبل كده ولا فعلا هيطلع بيخونها ولا اصلا الموضوع ده كله شغل وهي شكوكه غلط؟ شاركوني في التعليقات.